احكي لك حكايه كده مش هتاخد وقت طويل، بس حكايه مهمه قوي. كان عندنا فراش اسمه عم سعد. عم سعد ده مره كان ابونا ثيودوسي السورياني واقف جنبي، فقال لي طب استنى يا ابونا احكي لك قصه مهمه قوي عن بابا كيرلس. قال اتفضل. فقال لي استنى، فراح نادى عم سعد، قال عم سعد تعالى احكي لابونا يعقوب اللي حصل. فعم سعد ده كان فراش وكان بينظف الكنيسه ويوضبها ويجي بالليل يفرش حاجه كده قدام العذراء عند بشوي الكنيسه اللي هي دشنت قريب، وكان وينام بالليل، كان صيف يعني. فبيقول بعد نياحه بابا كيرلس بفيو ييرز يعني ميبي سنتين ثلاثه، كان انت عارف انه البابا كيرلس في الاول اتدفن في مدفن عندنا جوه الكاتدرائيه تحت المسبح الحالي، وقعد في المكان ده سنه لغايه ما رتبوا له المكان بتاع دير مارينينا. في الفتره دي طبعا البابا كيرلس كان الناس بتروح وتاخد بركه. بعد بقى ما شالوا الجسد وادوه مارينينا، الناس فضلوا يروحوا برضو عند مكان الجسد ويقولوا لعم سعد، يا عم سعد لو سمحت نط جوه وهات لنا شويه رمله. وكانوا ياخدوا الرمله دي وكانوا يعني بيقولوا بتحصل بيها معجزات كبيره. المهم فضلت الارض تقل تقل، انت عارف بقى يعني الناس عايزين بركات، ف ياخدوا في الرمله يعني لو سابوهم كنتالي كان هجيبوا بترول. المهم بعد كده البابا كيرلس في يوم من الايام الساعه 2 الصبح، عم سعد بيحكي بيقول انا شفت البابا كيرلس خارج من المزار بتاعه اللي هو في النص بين العذراء الامبراطور والعذراء الامبراطور العذراء والامبرويس، في النص كده في كان في مشربيتين وكان في المزار بتاع البابا كيرلس جوه. لقى البابا كيرلس طالع ووصل لغايه عم سعد ده، وبعد كده بالعصايه بتاعته اللي هي راسها كده ذهب، فخبط على عم سعد وقال له انا بحذرك ما تاخدش رمله تاني من المكان ده، اللي عايز بركه ياخد الرمله يصلي بيها ويرجعها تاني. صحيح، لسه في ناس هيجوا في المكان ده. طبعا بعد كده بشويه نيافه الانبا صمويل اتدفن في نفس المكان، وزي ما يكون كان هو يعني بالنبوه عارف كل اللي حصل او اللي هيحصل.